الأذكار اليومية هي من بين أهم الأشياء، وهي اللي تخليك في زمرة الذاكرين اللي قال عليهم سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكان علماء تاني قالوا باللي حاجة الإنسان للأذكار كما الحاجة أنه يأكل ويشرب. تيماجينيو اليوم جيت نبروبوزي عليكم واحد التطبيق به تقدروا تحفظوا هذوك الأذكار وتولوا تقولوهم دائما يوميا بدون أي مجهود. التطبيق واسمه حسن المسلم، تصيبوه في الأب ستور ولا في الجوجل بلاي. بون كي تدخلوا للتطبيق خير وش من الأذكار عليهم تدخلوا ليهم، هو يحسب لكم شحال من خطره تقولوا كاش ذكر ولا شحال من خطره تقولوا كاش حاجه. قدروا ثاني تريغليوه انه يفيبري ولا يدير كاش صون هكا كي تكملوا كاش ذكر. كاش 15 يوم هكا تلقاو روحكم محافظين الاذكار هادو، وهذه تجربه شخصيه.